يعني مثلا صحيفة الرياضي تحدثت عن المشهد النصراوي كعنوان أبرز اليوم في الصفحة الأولى كما هو ظاهر أمامك. صحيفة النادي أيضا مش يعني سارت معها في نفس الاتجاه، الحديث أيضا عن تطورات المشهد النصراوي، بينما الرياضي هي دائما قريبة ومهتمة بالمشهد الاتحادي. خلنا في المشهد النصراوي، آخر التطورات، الأزمة الآن الحاصلة بين هزازي والنصر، يبدو أن هناك غليان كبير في البيت النصراوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف، هي كرة الثلج بدت إلين الآن أصبحت كبيرة جدا وتحتاج إلى عمل جبار جدا حتى لإذابة هذه الكرة. الآن الشق كبير بين كل من ينتسب لهذا الكيان بصراحة، حتى الجماهير، اللاعبين، الأعضاء الشرف، عزوف أعضاء الشرف، ابتعادهم. أنا أعتقد أنه الموضوع مو هزازي فقط، عندك عدد كبير من اللاعبين برضو حيكون عليهم الكلام ولغطها خلال الأيام القادمة. لكن بالنسبة لنايف هزازي، نايف هزازي واضح أنه مو مرتاح مع الإدارة، والإدارة مش مرتاحة معه، هو مش مرتاح مع الفريق، ما قاعد يقدم، دائما يقدم أعذار أكثر مما يعني يقدم في الملعب. الجميع شاهد كيف الصفقة جت لنايف هزازي وكيف المبالغ الكبيرة اللي اندفعت فيه. فمن حق إدارة نادي النصر تقوله ما في مشكلة، إذا تبغى تفسخ العقد أنك تدفع، هذا يعني بيع وشراء عقود، أنت احتراف، يا تكمل معي المدة حسب العقد المبرم بيننا، يعني تدفع قيمة المبلغ اللي حتى تفتك من هذا العقد. أما بالنسبة للموضوع الشأن النصراوي الكبير، المشكلة الأزلية، أنا أعتقد أنها هي في عزوف أعضاء الشرف. يعني مسألة أنه أنت مش مقتنع بإدارة الأمير فيصل بن تركي ولا ترغب باستمراره، لا يعني أنك تبتعد عن المشهد النصراوي. فإذا كنت ترغب في الحل ويهمك شأن النصراوي، يجب أن تكون قريب من نادي النصر لحل هذا الموضوع، اجتماع أعضاء شرف، تقديم رؤيتهم كاملة وواضحة، اعتراضهم كامل وواضح لرئيس أعضاء الشرف النصر بحضور رئيس النادي، وتقديم البديل. أنت معليش، أنت الآن محتاج بديل يملك الفكر والمادة في وقت واحد. أنت عندك أزمات كثيرة ومشاكل كثيرة كي تحل. أي إدارة حتيجي حترث ورث ثقيل. وجود الأمير فيصل بن تركي هو أوريدي عارف المشاكل، إذا ما كان هو نفسه عنده حلول فأعتقد استمراره حيضر نادي النصر وحيزيد من أزمة وحيزيد من الفجوة اللي بينه وبين أعضاء الشرف. ولكن إذا كان فيه فعلا حلول مطروحة ومنطقية وفورية لحل هذه الأزمات، أعتقد الأمور حتختلف كثير. ما زلت إلى الآن نادي أنه لابد أعضاء الشرف يجتمعون، حالهم حال أغلب الأندية. طيب يعني المشاكل الموجودة في نادي الاتحاد ما هي بعيدة عن مشاكل نادي النصر، تقريبا نفس المبالغ المالية. ولكن أعضاء الشرف نادي الاتحاد الآن الرئيس طبعا ما انتهت فترة تكليفه ويستعدون للانتخابات. رئيس أعضاء الشرف نادي النصر قال اللي يبغى يقدم نفسه كرئيس وعنده يعني ملاءة مالية وعنده استعداد لهذا الشيء أهلا وسهلا. نعم.